عيست وأنا أقول علم الكويت علم مقدس، ما يجوز يا جماعة، والله العظيم ما يجوز إنه ينقط بالقاع. وين دام بلدية، دام البلدية بالسالمية؟ تقول معقولة يا أبو أحمد؟ شوف البلدية وما أدراك ما البلدية، وزير عاجز ياخذ قرار في البلدية، ومدير عام الله أعلم، وبعض المسؤولين الله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أعطني التقرير. طالعوا يا ابو احمد، طالع يا ابو احمد، شلون علم الكويت مبنى البلديه اللي بالسالميه؟ هذا مدخلهم، طالعوا الاعلام شلون صايره. طالعوا الاعلام شلون صايره، هذا مدخل حكومي بلديه، يعني مو قادرين نحافظ على اي شيء، هم العلم مو قادرين نحافظ عليه، ماكو انجازات، ماكو هذا، هم العلم مو قادرين نحافظ عليه. طالع ولا لا طالع شنو مسوي؟ ممكن مدير عام البلديه يسال عن هالموضوع اذا امكن، إذا ما أزعجناك بس، أو ما أزعجنا مدير عام البلدية بالسالمية مثلا، ليكون ضايقناك مثلا، أزعجناكم بهالتقرير؟ ولا أنت ما تشوف التقارير اليوم؟ قاعد تشوف مباراة برشلونة ويوفنتوس، والله العظيم الشقعود في الجهاز الحكومي، والله العظيم. من الأمور الغريبة وأتمنى